التسبيح لأن مفيش اسم تاني دفع الثمن اللي دفعه المسيح. المسيح لما حب بين محبته، أظهر هذه المحبة من خلال الدم ومن خلال عمل الصليب. خلونا نكمل مع بعض دراستنا لسفر رعوس. احنا كنا ابتدينا الأسبوع اللي فات نبدأ قلنا ندرس مع بعض السفر ده كل ما ربنا يدينا وقت، بس بتسلسل يعني. فخلونا نكمل مع بعض دراسة السفر. قبل ما نبدأ خلونا نغمض بس عينينا دقيقة واحدة بس، نطلب فيها حضور الله على الكلمة، ونطلب فيها إن الله يفتح قلوبنا وإن الله يدي كلام. قولوا يا رب أنا جاهز إن أسمع كلمتك يا رب، أنا جاهز يا رب وبجهز نفسي وعندي استعداد وبفتح قلبي ليك ولكلمتك النهاردة يا رب. عشان كده رب كمان أنا بصلي إن الكلام يا رب ما يخرجش يا رب من المتكلم، لكن يكون خارج من فمك. بصلي النهاردة أن ترسل كلمات من السماء يا رب النهاردة في وقت الوقت اللي جاي. بصلي أن الرسالة تكون منك، من قلبك، من اللي أنت عايزه يا رب لينا ككنيسة كأفراد يا رب. كل واحد تنفرد بيه بشكل خاص النهاردة برسالة تلمس قلب كل واحد يا رب، وكمان يا رب تنفرد بينا ككنيسة وكجماعة مؤمنين، تدينا رسالة واضحة يا رب لقلوبنا ولحياتنا الشخصية والعائلية والكمان الكنسية يا رب. بصلي انه تدينا يا رب من قلبك ورؤى واحلام يا رب النهاردة، تدينا كلمات تعزي وتشبع قلوبنا وتشجع بيها يا رب قلوبنا يا رب النهاردة. وانا واثق انك هتسمع وتستجيب وترسل كلمتك لكل الاكرام منك. كنا بدينا وحطينا عنوان للأجزاء الأولانية، وقلنا إنه الأجزاء الأولانية كم عدد الأولاني، إحنا حياة مقرناش غير 3-4 أعداد أولانيين، وقلنا إنهم حطيناهم تحت عنوان الهروب من الله أو الهروب إلى الله. اختار، تقدر تحط نفسك قدام الأعداد الأولانية دي وتشوف هل أنا زي الناس دي بتهرب من الله؟ من الله، ناس كانوا عايشين في بيت لحم. الأعداد الأولى بتقول إن المالك ونعمي والعيلة بتاعتهم كانوا عايشين في بيت لحم. معنى بيت لحم هو بيت الخبز أو بيت الشبع، وأفراطة حتى البلد اللي هم منها القرية الصغيرة هم أفراتيون، يعني من قرية صغيرة من أفراطة من حتة صغيرة، حتى أفراطة بمعنى الثمار. لكنه السفر بيبدأ بأنه حدث في أيام القضاء مجاعة، حصل جوع، صار جوع. وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت أنه في جوع بشر، جوع جسدي، في جوع الحقول ما فيهاش ما بتديش، لكنه ده كان سببه الجوع الروحي اللي كانت عايشة فيه القصة دي الفترة دي، لأنه في حكم القضاء، في أيام حكم القضاء القصة بتاعت رعوس متسجلة تاريخيا من أول آية. التاريخ بتاعها هو بيقول إنها في كانت في أيام حكم القضاء. لما تيجي تقرأ آخر آية في سفر القضاء على طول، لو أنت فاتح الكتاب كده تلاقي الآية اللي قصادك على طول. آخر آية في سفر القضاء بتقول في تلك الأيام، بيوصف الأيام بتاعة سفر القضاء، بيوصف الحالة الروحية الموجود فيها شعب الله، اللي موجود فيها، اللي كان موجود فيها برضو في نفس التوقيت قصة رعوة. في تلك الأيام في عدد 25 قضاء 21-25، في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما يحسن في عينه. والآية دي تكررت على مدار سفر القضاة 4 مرات الآية، لأن هي كانت السين بتاعها، هي كانت الحالة بتاعة سفر القضاة. كان كل ما فيش ملك، وكان كل واحد بيعمل ما يحسن في عينيه.
لما حتى نشوف لما نشوف آل مالك وعيلته يقول انه رجل من افراطة من بيت لحم من المكان اللي فيه ثمر من الارض اللي تفيض لبنا وعسلا لكن الارض دي صارت خرابة. وقلنا المرة اللي فاتت ليه صارت خرابة؟ قلنا لانه لما نرجع لتثنية 28 نلاقي ان الله حط لهذا الشعب اداهم وعد او عهد قطع معاهم عهد بس العهد مشروط حط معاهم عهد اتفاق اتفق الله مع شعبه بس الاتفاق ده كان مشروط. ايه هو الاتفاق؟ قال لهم ان سمعت سمعا لصوت الرب سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه دي في 28 واحد هيجي لك كذا وكذا 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 من اول 15 يقول ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل جميع وصاياه تاتي عليك هذه اللعنات وتدركك. ايه هي؟ ايه جزء من اللعنات دي؟ ملعون في الحقل سلتك ومعجنك تكون ملعونه تكون ثمره بطنك وثمره ارضك نتاج بقرك واناثك ملعونه تكون في دخولك وملعونه تكون في خروجك. يعني في شرط هنا لو سمعت سمعا هتنول البركات دي ولو ما سمعتش في حاجات تانية. تعالوا طيب نقرا مع ايه من 17 نشوف انه في قضاء 17 نشوف انه مش بس دي العيلة دي بس على فكرة اللي طلعت من بيت لحم. في قضاء 17 وعدد 7 يقول لك وكان غلام من بيت لحم يهوذا من عشيرة يهوذا وهو لاوي متغرب فذهب الرجل من المدينة من بيت لحم لكي يتغرب. كانت حالة روحية سيئة وأنا بسميها مجاعة. كان في مجاعة روحية كان زي ما كان في مجاعة جسدية ما فيش أكل وشرب لكن كان الأساس فيها إنه ما كان في جوع روحي وحالة تبلد روحي وحالة بعد عن الله وعلاقة بعد عن الله. لما تقرأ بقى القصة مثلا بتاعت قضاء 17 دي تشوف العجب تشوف إنه إزاي يبقى لاوي من بيت لاوي وواحد زي ميخا ده يروح يعمل صنم لنفسه ويروح يعبده وكمان يجيب كاهن من بيت لاوي المفروض انه يبقى لاوي مش كاهن بس يعمله كاهن. فوضى فوضى شعب كان عايش في فوضى كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. لكن الغريب ويمكن انا عايز اديكم دلوقتي مثلا تقدروا نفهم بيه ان الارض اللي كانت الناس بتجري عليها وتيجي عليها وتهرب ليها علشان تشبع ارض الشبع ارض اللي تفيض لبن وعسل الارض اللي اداها الله ملك لشعبه بقت اصبحت خرابه وبقت الشعب هو اللي بيخرج منها ويروح اماكن تانية. الاسبوع ده حصلت حاجه في مصر معروفه للمصريين معروفه لينا كمصريين حادثه المركب اللي كان فيها الشباب عايز بيسافروا او بيهاجروا يعني وغرقت ومات فيها مش اقل من 200 واحد 200 شاب في سن الشباب كلهم غرقوا في البحر المتوسط. وفي الاسبوع ده برضو راح في حد كده راح مشير خبر من سنه 1946 على الخبر بيقول انه السلطات المصريه مسكت مركب او مسكوا مركب في وسط البحر من الشباب الاوروبيين اللي جايين يهاجروا لمصر عشان بحثا عن فرصه عمل افضل او بحثا عن عيشه افضل. تخيلوا 70 سنه بس مش معقول 70 سنه فرق ما بين القصه ما بين الخبر ده والخبر ده
قد ايه الخطيه، قد ايه البعد عن الله، قد ايه الشر لما الشعوب تختلط ببعضها، او الشعوب تختلط ب او احنا كاولاد لله نختلط بشعوب ونبقى شبههم، ملناش شكل مختلف، ملناش اختلاف، نصير بهذه الحاله الرديه او الحاله المترديه او الحاله الصعبه اللي كان عايش فيها الشعب في الوقت ده. في 2010 ابتدينا انا وسناء نروح للعشوائيات اللي هي unformal cities، العشوائيات في مصر. طبعا في المصريين عارفين يعني ايه عشوائيات، يعني زي زمن القضاء كده كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. برضو في مصر كانت عايشة في زمن كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه، يجي في حتة أرض يجوا شوية ناس، ده يبني بالكرتون، ده يبني بالحجارة، ده يبني بالطوب، لكنه مفيش لا ترخيص لا مية ولا نور ولا أي حاجة. ففي مجتمعات كتيرة حصلت في مصر أو اتبنت في مصر يعني بالتحديد، وابتدينا نخدم في وسط الناس دي. ولما ابتدينا ندخل، طبعا احنا بندخل لإخواتنا المسيحيين، يعني ابتدينا ندخل في وسط المسيحيين، ولما ابتدينا نخدم في وسطيهم ابتدينا نزورهم كل أسبوع، ابتدينا نعمل لهم اجتماع، وابتدينا نعمل نخدم مثلا خدمة البنات، مثلا سنة كانت تخدم خدمة البنات تحديدا، سنة كانت بتخدم الخدمة دي مدرسة الأحد وهكذا. لكنه ابتدينا نلاحظ ان اللغة اللي بتتكلمها الناس ما تختلفش عن الآخرين، بياخدوا من نفس التعبيرات، نفس التعبيرات. يعني في مرة من مرات ست بتشتم أختها، يعني بتشتم أو يعني متعصبة على واحدة تانية، قالت لها حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لها تعالي جبتيها منين الكلمة دي؟ قالت لها أنا مش عارفة، الناس بتقولها وخلاص. الجملة دي تحديدا بتقولها الشعوب التانية. قد إيه الله كان بيحافظ على شعبه لما قال لموسى وقال ليسوع لما تدخل الأرض ما تختلطش بالشعوب. عشان كده ما تبقاش شبه الناس دي. خلوا الناس كانت بيعملوا حاجات عجيبة، كان في يعني قعدنا 4 سنين معاهم أو 3 سنين ونص، شفنا العجب في اللغة، في الكلام، في التصرفات، في العادات، فيش اختلاف، شبه، كلهم شبه بعض. خلينا نروح، عايزين نجري يعني ننزل لتحت شوية. وقلنا لمالك اللي اسمه معناه إلهي ملك أو إلهي ملك، الاسم فمعنى اسم أليمالك إلهي ملك، لكنه ما كانش الله بيملك على قلبه وعمل ما يحسن في عينه هو الآخر، واختار لنفسه زي ما قارنا القصة دي بقصة نوح لوط الأسبوع اللي فات، وقلنا إن لوط اختار ملك لنفسه وراح سدوم وعمورة من غير ما يشور الرب، وده عمل كده، وخد معاه نعمي المتنعمة اللي معنى اسمها المتنعمة أو المتباركة. لكن نشوف نعمي في آخر الأصحاح وهي بتقول عن نفسها لا تدعوني نعمي بل مرة، عكس اسمها. وبعدين شفنا انه قعدوا قضوا أليمالك مات وجت نعمة راحت متجوزة ولادها من بنات مؤاب، واحنا عرفنا وقلنا الاسبوع اللي فات ان مؤاب في تثنية 23 الكتاب بيقول انه ما فيش حد لا مؤابي ولا عموني يدخل لجماعة الرب. يعني الله كان عنده وصية، هي بتكسر الوصية دي. ومع ذلك في عدد 4 أخذت لهما نعمي لولديها محلون وكليون، محلون بمعنى اسمه المرض أو المريض أو الضعيف،
كليون بمعنى اسمه الخراب أو مدمر أو الخرب. لكنها خدت امرأتين من المؤابيين وكسرت بذلك الوصية. لكنه في أمانة، أمانة الله دايماً بتدور علينا، محبة الله دايماً بتحصرنا. عشان كده بعد ما فقدتهم ومات الولدين ومات الزوج بتاعها، نلاقي إن في آية كده بتقول: فقامت هي وكانتها رجعت من لأنها سمعت أن الله افتقد شعبه. الله افتقد شعبه بعد فترة الجوع الطويلة دي وفترة المجاعة. وعلى فكرة في بعض الدارسين يعني مش أكيد، بس بعض منهم بيربط المجاعة دي بالمجاعة اللي كانت موجودة في زمن جدعون أصحاح 6 قدوة 6. يعني بعض من الدارسين يقول لك ممكن تكون هي دي المجاعة اللي كانت موجودة في زمن جدعون، اللي كانت جدعون 6، لأنه بعدين هنعرف إنه تسلسل كمان. نشوف رعوس وهي في آخر أصحاح في رعوس 4، نلاقي إن رعوس هي جدة داود، جه من نسلها داود الملك. خلينا بس دلوقتي نشوف باقي الآيات، وبعدين من آيات من 17 ابتدت تاخد خطوات الرجوع، ودي خطوة توبة حقيقية، خطوة توبة حقيقية. اللي حصل ليهم كان تأديب من الرب، ومن يحبه الرب. يعني أنا مش بقول كل الموت هو تأديب، لكنه كان في الحالة بتاعتهم كان في تأديب من الرب. لكن نعمة ابتدت تاخد طريق الرجوع لما ابتدت تسمع ان الله افتقد شعبه من جديد، وابتدى يديهم خبز. واحنا في اوقات كتيرة بنعيش في الحالات الروحية دي، ونعيش شوية في البعد الروحي ده، سواء مؤمنين عرفنا الرب. في اوقات بيجي علينا نعيش في هذه المجاعة. بنعيش ليه في المجاعة دي؟ لان بنفقد علاقتنا بالله، بنفقد العلاقة والشركة والاتحاد مع الله ومع المؤمنين كمان. طب هل يا نعمي انت وقالي مالك ما كانش في غيركم عايشين في المجاعة دي؟ اكيد لا، بالدليل ان بوعز لما نشوف بعدين في الاصحاحات 2 و3، بوعز كان رجل بأس وعايش في هذه الارض، وكان عايش لانه عمره كان كبير، وكل اللي قضى لمالك ونعمي بره كانوا 10 سنين. لكن لما رجعوا كان بوعز كان كبير في السن، فمعنى ذلك ان بوعز كان عايش واحد من الناس اللي كان عايشين بامانه في الارض، حتى رغم المجاعه اللي كانت موجوده. نشوف في اعداد 7 انها ابتدت تخرج وترجع وتاخد طريق الرجوع لأرضها ولعشيرتها. لكنه هنا بتحصل شوية حاجات، إن البنتين مراتات ولادها خرجوا معاهم. وأنا عايز هنا هقف عن مقارنة ما بين عرفة وما بين رعوس. ناخد المقارنة دي من أول عدد 14، لأن هما الأحداث من 7 لغاية 14 الحوار اللي دار بين نعمي وما بين الكنتين اللي هم مراتات ولادها، ان هو هي بتحاول تخليهم يرجعوا وهم مشيوا معاها وعايزين يرجعوا معاها. لكن هي لما ألح او لما اتكلمت شويه قالت: فارجع يا بنتي لماذا تذهبان معي؟ وابتدت تقول لهم: انا ما عنديش ولاد ثانيه ومش هتستنوا ان انا لما اولد. ودي حته على فكرة، الكام آية دول بيعرفونا برضو إن نعمي حافظة الشريعة، لأن الشريعة بتقول إنه لما الابن بيموت أخوه ممكن ياخد زوجته أو ياخد زوجته يتزوج زوجته علشان يحفظ الاسم ويحفظ النسل ويحفظ الميراث جوه البيت. فدي نقدر نشوف منها إن نعمي حافظة الشريعة وعارفة بيها وحافظاها، لكنه ما كانتش بتعمل بيها. لكن من اول 14 نلاقي انهم المره الثانيه اللي بيبكوا فيها الزوجات دول مع نعمي
لكن نقول فقبلت عرفة، العدد ال 14 بيقول فقبلت عرفة حماتها وأما رعوس فلصقت بها. هنا بقى نبدأ، خلونا نعمل نوع من التطبيق العملي لينا في حياتنا، مقارنة من خلال القصة هنا بنوعين من الناس. هما الاثنين حاولوا يرجعوا مع نعمي الأرض. هما الاثنين بكوا، كان عندهم مشاعر بينهم وبين نعمي. هما الاثنين لما نعمي ضغطت عليهم كانوا عايزين ومصرين وعايزين يروحوا معاها، لكن جه عند مرحلة معينة واحدة منهم رجعت والتانية كملت. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين دي وما بين دي؟ نشوف ان نعمي ان عرفة من خلال اللي بنشوفه هنا تمثل شخصيات موجودة في الكنيسة أو شخصيات موجودة في المجتمع الروحي اللي بتتأثر روحي نفسياً بالاجتماعات وتفرح وتتهلل وتتبسط ويبان مشاعرها في الاجتماع، لكن مع أول التجارب بتعمل إيه؟ ترجع وتبعد. مع أول اختبارات روحية حقيقية بينطفوا، ما بيكملوش الطريق. لكن تعال نشوف رعوس. رعوس قالت شوية حاجات خلونا نتأمل فيها. مؤاب كان عنده آلهته، كان عنده كموش وبعل فغور وعنده الأصنام وأسامي الأصنام اللي هم كانوا بيعبدوها. وخلوا بالكم البنتين طالعين في نفس المجتمع، البنتين طالعين متربين في نفس البيئة. ولما وهنقول مثلا لو اتجوزوا هم الاثنين في سن 17-18 سنة، فده معناه ان هم كانوا عايشين في نفس البيئة ونفس الحضارة اللي في مؤاب ونفس التربية ونفس البيوت والعشيرة، لكنه عاشوا هما الاثنين كمان بعد الجواز 10 سنين في عيلة نعمي مع أولاد نعمي ومع نعمي. وأكيد في الفترة دي سمعوا هما الاثنين عن إله نعمي وعن الله، لكن فيهم واحدة استجابت وفيهم واحدة بس كانت بتتحرك بمشاعرها، رايحه بس بمشاعرها، بتحب نعمي الإنسانة حماتها اللي عاشت معاها اللي ارتبطت بيها. عشان كده في ناس تيجي في الكنيسة بالحالة النفسية، هم حابين الناس، حابين العشرة، حابين يشوفوا بعض. في ناس بتروح الكنائس سواء في مصر ولا غير مصر بس فور فن، واحنا بنروح عشان بنتبسط بنستمتع، بيغذوا مشاعرهم فقط. لكن الحالات النوعية دي زي القش مع أول امتحان بالنار، ما يكونش ليه وجود، بينتهي. نلاقي العكس مع رعوس، فقالت هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وإلى إلهها وإلى آلهتها. وهنا نشوف ان عرفة رجعت فين دلوقتي. بعد الآية دي ما فيش ذكر لعرفة تاني، لان عرفة رجعت لحياتها القديمة، رجعت لطبيعتها، رجعت للاختيار بتاعها، رجعت للحالة اللي هي كانت عايشة فيها. ما فيش جديد. تلاقي واحد، يعني عندي امثلة في دماغي كتير، يجي في وقت النهضة أو يجي في وقت العبادة والتسبيح يكون فيه ضيف ولا يكون فيه أي حد سبيكر كده معروف ولا حاجة، يجي ويتحمس ويتبسط وعلى طول يرجع شغله ويرجع بيته ويبرد. لكنه
بتقول لها ارجعي انت وراء سلفتك. خلينا نشوف عدد 16 و17، لانه احنا قلنا عدد 16 ده هو مفتاح الايه المفتاحيه بتاعت السفر كله، الايه اللي بتعبر عن مين رعوس. عشان كده ليه رعوس المؤابيه في كل مره، بعد ما تشوفوا بعد كده هتشوفوا كل ذكر لرعوس، رعوس المؤابيه، رعوس اللي جايه من شعب مرفوض يدخل لجماعه الرب، امميه، لكنه ازاي الامميه دي وجدت نعمه في عين الله من خلال ايمان فريد. هنا نقدر نشوف ايمان رعوس، هنا في ايمان حقيقي خلى رعوس بتتمسك انها مش بتتمسك بنعمه. هنا مش رعوس متمسكه بنعمه، هي مش بس عايزه نعمه. كتير ما بنقرا السفر ده واحنا بنيجي عند الايه دي واحنا بنتخيل انه انا هلتصق بيكي، لكن تعالوا نشوف الايه دي، لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك. وتخيلوا الحوار ده ما بين مؤمن مسيحي وبين الله وهو بيقول له الكلام ده، حيث ما تذهب اذهب. اول جمله هنا، اول كلمه هنا هي اختارت الطريق، الطريق، حيث ما اذهب ما تذهبي اذهب، ده الطريق. المسيح قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه، هي اختارت الطريق. هي لما سمعت عن اله نعمي عايزه تروح ترجع للارض بتاعت اله نعمي دي، وعايزه تشوف اله نعمي، عايزه تذهب في الطريق ده، عايزه تروح في الطريق ده، اختارت انها تمشي في الطريق ده. تاني حاجه قالت حيث بتي ابيت، يعني مش بس عايزه تمشي في هذا الطريق لكن عايزه تمكث، عايزه تقعد، عايزه تستمر في هذا العلاقه، في هذه العلاقه مع اله نعم. يبقى اول حاجه عايزه تمشي في الطريق مع نعم، عايزه تكمل هذا الطريق مع نعم. تاني حاجه عايزه تبيت او تمكث او تظل او تقعد موجوده مع نعمي واله نعمي في هذا الوقت. لكنه كمان قالت شعبك شعبي، عايزه تنضم للعيله دي. خلوا بالكم دي بتغير كل حاجه، رعوس هنا بتغير كل حاجه. يمكن الحالة بتاعت رعوز دي تنطبق مثلا على يمكن نرمين تاخد تعرف أكتر اللي احنا هنقوله ده، أو ممكن تقدر من خلال معرفتنا بإخواتنا اللي بيجوا من خلفية تانية يقدروا يفهموا اللي بتعمله رعوز دلوقتي. رعوز بتغير شعبك شعب، عيلة بعيلة، دين بدين أو ديانة بديانة، ثقافة بثقافة تانية. قادرين تشوفوا انه الاختيار هنا مش سهل، مش هي بس اختارت انها تمشي مع واحدة حماتها وخلاص، ده هي اختارت كل حاجة، اختارت الاله، اختارت العيلة الجديدة، اختارت الشعب اللي تعيش فيه، اختارت الديانة اللي هتمشي بيها وتعبدها والاله اللي هتعبده، اختارت الطريق اللي هتمشي، اختارت البلد، مؤاب شرق الأردن، بيت لحم غرب الأردن، دول مؤابيين بيعبدوا أوثان وآلهة مختلفة، دول بيعبدوا إله واحد، دول عندهم ثقافة وتربية مختلفة، دول عندهم ثقافة تانية خالص مختلفة عنهم. فقالت لها شعبك شعبي، عايزة عيلة تانية، عايزة ناس تانية، عايزة أعيش مع الناس بتوعك. إلهك إلهي، وزي ما قلنا إن هنا بتختار كمان دين مختلف أو ديانة مختلفة أو عبادة من نوع مختلف، طول عمرها تربت وعاشت في
عبادة الأوثان، لكن من الفرق اللي حصل في حياتها بمعرفتها بنعمة وعيلة نعمي عملوا تغيير في حياتها وعملوا اختلاف في حياتها. هكذا يفعل الرب. وقالت ايه؟ وحيثما مت اموت. ده معناه ايه؟ انه عايز اكمل للنهاية. انا ماشي الطريق ده ومختار الطريق ده للنهاية. جي شاب قال للمسيح كيف أرث الملكوت؟ قال له بيع كل مالك واتبعني. حزن، زعل، ومضى حزين، مشي من نص الطريق او يمكن من بدايته كده، لان لقى التكلفه اللي هيدفعها غاليه جدا، انه يضحي بكل ماله وهو شاب غني، لانه هيدفع تكلفه، والتكلفه اللي هيدفعها دي اغلى عنده من تبعيته لله. لكن نشوف نعمي هنا تكلفة تبعيتها لإله نعمي، لما نشوف رعوس وهي بتختار انها تكمل مع نعمي، نشوف ان اختيار رعوس وهي بتكمل في الحياة الجديدة دي ليها تكلفة. سيب أهلها، بلدها، ثقافتها، ديانة مختلفة، رايحة الناس. خلوا بالكم برضو من نقطة تانية، اليهود في شرق الأردن ما بيحبوش الموابيين وبيعتبروهم أمم ومرفوضين لكذا سبب، وقلنا منهم إنه هم كانوا هم أولاً مؤاب وعمون هم أولاد لوط. خلوا بالكم دول أولاد لوط، مؤاب وعمون هم الولدين اللي جابهم لوط من بنته، من نتيجة ثمرة الخطية مع بنته. فهم شعب مشوه، شعب ضل من الطريق من بدايته، فشعب مرفوض. تخيلوا لما يبقى واحدة جاية من شعب مرفوض هتعيش في وسطهم بقى، ما فكرتش هتكون مرفوضة في وسط الشعب ده، هتعرف تعيش في وسطيه ولا لا، هتعرف تلاقي فرصة عمل ولا عيش هتعرف تعيشها. لكن كل ده طرح في عدد 18 نشوف هذا الإيمان المتشدد، الإيمان الثابت، الإيمان اللي موصوف لكل واحد، المفروض كل واحد فينا يعيش في هذا النوع من الإيمان. على 18 نعمي بيتكلم عن نعمي. فلما رأت إنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام. لقت في إصرار، في تبعية باختيار، في تبعية بإصرار. رعوس عايزة تتبع إله نعمي، مش عايزة تتبع نعمي. يشوف في نهاية الأصحاح إن نعمي ورعوس ابتدوا يدخلوا المدينة. وهنا أول ما الناس شافتهم أو أول ما الناس شافت نعمي، لأنه ما يعرفوش رعوس، أول ما شافوا نعمي اللي خارجة بثلاث رجالة، جوزها وولدين، المفترض بعد 10 سنين، الطبيعي بعد 10 سنين ترجع بإيه؟ بثلاثة وكمان معاهم أحفاد. لكن دي رجعة مختلفة، ويبدو انه كمان وشها كان باين عليه وجسمها باين عليه وشكلها اتغير ومتقدره وتعبانه، كل ده كان باين عليه نتيجه الاختيار الخطا اللي اختاروه من الاول. فقالت لا تدعوني نعمه في عدد 20، ادعوني مره. ده انت اسمك المتنعمه الفرحانه اللي عايشه في النعمه، لا ادعوني مره. للاسف قالت لان القدير امرني إني ذهبت ممتلئة وارجعني فارغة، لماذا تدعوني نعمة والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ حقيقة هو ما كسرهاش، هو كسر الكبرياء. الله سمح بكل اللي حصل ده علشان الكبرياء اللي في ذات، علشان الذات اللي اختاروا بيها من الأول. وده اللي حصل للوط، اختار لنفسه ورجع
ولا حاجة. رجع بولا حاجة. ودي نتيجة اختياراتنا مش نتيجة الله. الله الله من محبته انه رجعه. الله من محبته لوط انه رجعه. فرجعت نعم نعم ورعوس الموابية كنتها. ونشوف مجد للرب. نشوف ان هي رجعت في توقيت الله اختار التوقيت اللي يرجعوا فيه. ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. خرجوا في المجاعة. لكن لما رجعوا رجعوا في وقت الخير. وقت الشبع. وقت الحصاد. وقت اللي مش هيبقى عندهم فيه احتياج. خلونا نختم. هما التوقيت ده بالتوقيت بتاعنا ما بين مارس وابريل. وعلى فكرة التوقيت ده كان قرب كمان عيد الحصاد. هو عيد الحصاد لكن كان كمان قرب الفصح. ودي لي دلالة تانية روحية ان نوع ان رعوس المؤبية اللي ما شافتش ولا حاجة من اله غير بتسمع عن اله نعم لكنه تقدر تشوف اللي عمله الله مع شعبه في القديم من خلال الفصح من خلال الاحتفال بعيد الفصح كان في وقت قريب. خلونا نغمض عينينا ونصلي نفتكر انه الاختيارات بتاعتنا بتأثر في باقي حياتنا بتأثر في عيلتنا بتأثر في ميراثنا بتأثر في حاجات كتيرة. يا رب احنا بنشكرك وبنعظمك لانه انت اله صالح. بنشكرك لانه بنشوف يا رب ايمان من نوع مختلف. نشوف رعوس وهي بتختارك يا رب. نشوف كمان محبتك انت وانت بتضم لشعبك امم. مش بس كده ده رعوس كمان اصبحت جدا لداود واصبحت كمان تيجي كمان من نسلها انت. اشكرك من اجل هذه المحبه اللي بتضم فيها من البعيد والقريب بتضم فيها من الكل تجمع فيها من كل الامم من كل الشعوب الكل بيجي ويخضع ليك وبينضم ليك يا رب. اشكرك من اجل المحبه اشكرك من اجل بابك المفتوح للكل. أنت جعلت بابك مفتوح للكل يا رب. يا رب أنا بصلي إن النهاردة كلمات يا رب تكون بتوصل برسالة لينا يا رب النهاردة تغير فينا وتشكل فينا وتشكل في قوانين. أنا بصلي ولكل الإكرام والمجد.